مرة تانية أهلا بيكم أعزائي المشاهدين. طول ما فينا نفس لازم نتفائل، لأن التفاؤل هو القوة اللي بتزقنا لقدام وتخلينا نهد أي عقبات تقف في طريقنا عشان نوصل لأهدافنا. ومهما كانت العقبات دي، القوة الروحانية اللي جوه كل واحد فينا بتكون محرك إيجابي لو استغلناها كويس وفتحنا لها باب الأمل. صدقوني القوة الروحانية أهم من القوة الجسمانية، وهي اللي بتبين الفرق بين شخص إيجابي متفائل وشخص سلبي متقوقع في همومه. ناس كتير جدا محتاجة فرصة عمل وعندها استعداد تشتغل من غير إنها تتحجج بأن الدنيا مقفولة، وحتى لو عندهم اللي يمنعهم فعلا عن أداء العمل ده، هما بس محتاجين الفرصة، ويمكن الفرصة تيجي على أيدينا. تعالوا نرحب ضيوفي اللي معايا في الاستوديو. داليا راضي حسنين خريجة تجارة وبتشتغل بممثلة مسرح، وشيماء عبد الفتاح عطية خريجة دبلوم تجارة، والاتنين بيشتركوا في حاجة واحدة، انهم محتاجين فرصة عمل، لكن ده عمره ما غلب عزيمتهم وإرادتهم لانهم متسلحين بالتفاؤل. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. ازيك يا داليا؟ تمام الحمد لله. عاملة ايه يا جميل؟ تمام الحمد لله. داليا عرفينا بنفسك. انا داليا راضي 32 وممثلة مسرح، والحمد لله عايشة حياتي طبيعية ومفيش اي مشاكل، رغم ان بتقابلني صعوبات كتير في الشارع وانا ماشية، استهزاءات من الناس، افهات بتترمي عليا، بس عمري ما كنت مستسلمة لأي حاجة زي كده، كنت عادي بقاوم اي حاجة بتقابلني، واني مفيش حاجة اسمها مستحيل. والله برافو عليك. يعني لما حد مثلا في الشارع ولا حاجه ما بترديش عليه تقولي له حاجه؟ لا 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 خالص، اللي هو ببص له ان انا احسن منك، كفايه ان انا وصلت لمرحله احسن من اي حد طبعا، فاللي هو ما فيش اي عقوبات ولا اي حاجه خالص. واشتغلت في مسرح؟ اشتغلت مسرح كتير. طب ده جميل. وتحسي كده ان انت لما بتطلعي على المسرح بتاخدي السكسيه اللي الناس بتديهولك كتير، بتبقي فرحانه طبعا. طبعا. طيب شيماء حبيبه قلبي عرفينا بنفسك. انا شيماء عبد الفتاح عطية، معايا دبلوم تجارة من زمان قوي. حاولت كتير اشتغل في القطاع الخاص لان الحكومة ما كانش فيها اي مجال، لكن برضو كانت بتقابلني نفس الصعوبات، ان انا لا المجال مقفول على فئة معينة. قدرت شوية اشتغل في مجال الدعاية ونزلت حملات انتخابية سواء في الرئاسة او في مجلس الشعب، لكن برضو كان مجال انك مش قادرة تشتغلي في شركة، مش قادرة تتعاقدي مع شركة معينة انها تشغلك معاها، ده برضو نفس الاسباب. ابسط حاجة اقول لك، الحكومة مش مشغلكم، احنا ما نقدرش نشغلكم لان احنا عايزين ناس تحرك، عايزين ناس تجيب فلوس، عايزين كذا. فكان بالنسبة لنا احنا موضوع الشغل في القطاع الخاص او القطاع الحكومي صعب جدا. طب يعني انت لحد دلوقتي ما اشتغلتيش الا فترات بسيطه جدا يا شيماء؟ ايوه مظبوط. سواء في القطاع الخاص او العام. تمام. طب ايه انت شايفه من وجهه نظرك ايه الشغلانه اللي ممكن تناسب حالتك؟ انا ممكن اشتغل اي حاجه، يعني انا بتحرك لوحدي، ممكن اشيل مسؤوليه، ممكن مسؤوليه شغل، حتى لو في عمل ميداني انا اقدر اعمله. لكن المشكله في الفرصه اللي حضرتك مستنياها، يعني انت مستنيه حد ان هو يوفر لك المجال المتاح ليكي انك تقدري تكملي فيه وتقدري تشتغلي فيه. حتى ممكن في مجالات كتير انت بتقدري توجديها بايديكي، لكن ده صعب جدا في مصر. انت حتى الطريق مش مؤهل ليكي، يعني حتى الرصيف اللي بتمشي عليه مش مؤهل ان حد مثلا كرسي متحرك يقدر يتحرك فيه. وكتير قوي نادوا، وكتير قوي ناس قالوا احنا ممكن نساهم ونعمل الرصيفة دي بالزبط، ونعمل الحاجات دي، بس احنا ما بنشوفش اي نتيجة من الحاجات دي. بالظبط كده. انا ليا اصدقائي في جمعية في المنصورة، اصدقائي قصيرين قامة وعندهم عجز، ما بيقدروش يتحركوا، وما في ناس منهم مكبوته في البيوت ما بتخرجش. لكن احنا بنخرج ونتحرك وبنقابل الناس وبنقابل الصعوبات اللي بتقابلنا في الحياه، بس بنقدر نقاومها، هم ما بيخرجوش مكبوسين. طيب معنا امنه من القاهره. الو يا امنه. الو 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 امنه أنا. أنا. أيوة حضرتك سامعيني ولا الصوت مش واضح؟ لا يا حبيبتي كده سامعاكي، اتفضلي. كده سامعاني؟ إزاي حضرتك الأول عاملة إيه؟ الحمد لله والله يا أنا تمام.
أول حاجة أنا عايزة أقول كلمة، أنا بحيي الأنسة داليا وفنانتنا الجميلة. ميرسي يا أنا. ولا إيه؟ ميرسي يا حبيبتي، اتفضلي كملي. وعايزة أقول لها على حاجة، المجتمع للأسف اللي هو بص إن هو بيبصرهم بصة إن هم يعني قليلين أو كده، بالعكس هم أحسن من أي حد بكتير. الناس دي عرفت توصل، عرفت توصل بجد، عرفت لما تمشي في الشارع ترفع راس ما بتبصش لأي حد بيقولها أي كلمة. وبوجه رسالة لأي واحد ولد أو بنت أيا كان، لما بيمشي يبص للناس دي بصة مش ليه، يبص لنفسه، إن ربنا خلقش حد كامل، كل واحد بيبقى فيه عيوب. طبعا طبعا، شكرا يا انا، شكرا يا حبيبتي. طب داليا انت بتحاول في مجال المسرح، لكن لما بيبقاش في شغل متواجد في المسرح؟ لا يعني انا اصلا معايا اللي هي مهنه المكيره. مكيره؟ يعني انا رحت قبل كده اشتغل في كوافير، اللي هو بيقول لي طب انت هتطولي الكورس ازاي، انت طولك قد كده والناس بتبقى عاليه عليكي. قلت له ما فيش حاجه مستحيل، جربني وشوف. قال لي طب ازاي يعني انت كلك قد كده؟ قلت له ماشي جربني. قال لي طب اتفضلي امسكي واشتغلي. اللي هو اشتغلت ومفيش اي مشاكل، طلعت عرايس وعملت العرايس ومفيش اي مشاكل. يعني هل العرايس لما بيجوا يلاقوكي انت اللي هتعملي لهم الميك اب؟ انا في ناس كانت بتيجي تطلبني بالبق، انا عايزه داليا. يعني انت عملتي لك بقى اسم في المجال ده؟ قعدت فتره فيه ولحد دلوقتي لسه شغاله في المجال. مش دايما يعني. يعني حسب ما بيطلبوكي. لكن ما فيش شغلانه دائمه؟ لا لا، مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه يعني حكومه او حاجه ان احنا نشتغل فيها. لا في، مفيش، مش موفر لنا اي عمل ولا اي شيء. طب انت ممكن تشتغلي ايه في الحكومه يا دالي؟ والله سكرتاريه، لو اي اعمال اداريه، اي حاجه، مفيش مشكله. في مجالات ممنوعه على ذوي الاحتياجات الخاصه. بنروح نقدم. في كليات ما تقدريش تدخليها؟ ما ينفعش، انت هتقعدي قاعده على المكتب يعني. وريني كده طول حضرتك، هتطولي المكتب ازاي؟ اللي هو طب انا طبيعيه ما فيش اي مشاكل. لا لا حضرتك ما تنفعيش، اللي هما بيستهزئوا بينا. على فكره الناس اللي بتقول الكلام ده بجد يعني ناس ما اعرفش اوصفهم اقول ايه، بس يعني يا جماعه ايه المشكله يعني؟ احنا بنلاقي بره ناس قصار القامه بيشتغلوا شغلانات وصلوا المراكز. انا ليا اصحابي من الاقزام مقصرين القامه، من كتر ما هما مش لاقيين فرصه عمل في القاهره سافروا بلاد بره بيشتغلوا بره وبيشتغلوا كويس. طب وليه ما نبقاش بلدنا اولى بينا؟ بالزبط. ليه بدل ما نشتغل بره في اي بلد، بلدنا احنا اولى. وعلى فكره انت لما هتشتغلي شغلانه بيشتغلها واحد او واحده عاديه يعني ما فيش اي مشاكل، انت ممكن تنجحي فيها اكتر منها. تبذلي جهد مضاعف عشان تثبتي نفسك. وعلشان تثبتي للمكان اللي حضرتك بتشتغلي فيه انك انت قادره تعملي ده. بل بالعكس، انت بيكون عندك دفع اكبر جداً. بيكون عندك استعداد اكبر طبعا. بتبقي قادره تعملي دوت، بس هو هي الفرصه. معانا نيرمين. الو، مساء الخير يا مدام هاله. مساء الهنا يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ انا بسجل احترامي واعجابي بشيماء وداليا، وفعلا انا بنحنلكم على كم التفاؤل والسعي اللي انتوا يعني اللي انتوا بتسعوا بيه. وانتوا مش من ذوي الاحتياجات الخاصه ولا حاجه، ده في شباب اصحاء ويعني كامل البنيان، ولكن تحس ان هم اللي في من ذوي الاحتياجات الخاصه في عقولهم. مظبوط. ما شاء الله بيبقى صحته تمام، قاعد على القهوه من الساعه 9 الصبح او الكافيه من 9 الصبح وعمال مهدر الوقت كله في لا شيء يعني. انا بصراحه انا مش عارفه اقول لكم ايه يا بنات يعني. انا ميرسي ميرسي، شكرا، ربنا يخليكي. ميرسي، احترامي واعجابي ليكي. اشكرك والله. شو في ناس محترمه هي اللي بتبص لكم نظره احترام. يعني انا وانا ماشيه النهارده، ففي واحده ماشيه معاها بنوتتها، فبقول لها عدي بعد اذنك. لا ايوه كده، خلي طنط تعدي. في ناس تاني ممكن تستهزأ بيا وانا ماشيه وتضحك، واقربهم من المنطقه عندي اللي انا فيها ممكن يستهزأوا بيا. ايه ده يعني، قصيره وبيستهزأوا بيا عشان انا قصيره؟ بس انا احسن من اي حد، وشايفه ان انا يعني مجتهده عنهم، وفي حاجات عملتها ووصلت ليها هم ولا حاجة. مش هيقدروا يوصلوا لها على فكره، لانه ما عندهمش الحافز اللي عندكم. بالظبط. التفاؤل والقوه اللي جواكم تخليكم فعلا توصلوا لاعلى المراتب ان شاء الله. ان شاء الله يا شيماء. طبعا انت اسرتك، انت مش مخطوبه ولا متجوزه؟ طيب انت اسرتك بتتعامل معاكي ازاي؟ عندي مطلق الحريه ان انا اشتغل اللي انا عايزاه. يعني في فكره ان لو في اسره فيها حد من المعاقين ده دافع للخجل،
او ده دافع ان هو لا يستخبى ما يطلعش. في اسر كتير، وانا شفت، لان انا اشتغلت في جمعيات خيريه في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه، انا شفت حالات ممنوع انها تخرج من باب البيت. ده اصلا عمل لهم حاله اكتئاب غير طبيعي. طبعا انت عشان تطلعي لازم يكون عنده هو دافع، هو الدافع اللي جواه ده مات، اللي حواليه خلاص، يعني هو ما بقاش عنده حتى استعداد ان هو يواجه الناس. ازاي تقدري تتعاملي مع الموضوع دوت كحد في جمعيه خيريه او كحد من ذوي احتياجات خاصه زيه؟ ما بتقدريش تقنعيه، لان ما فيش العوامل المساعده بره، يعني ما فيش طريق كويس يمشي فيه، ما فيش استعداد، سواء في حتى الجمعيات الخيريه المفروض انها بتشتغل في المجال دوت مش لاقيه الدعم. عندها قوائم انتظار، عندها مشاكل خاصه بيها هي، مش قادره تحقق فكره ان هي الدمج. ومش بس الدمج، لا ده انا الدمج واهل المجتمع ان هو يتعامل مع المعاقده على انه شخص طبيعي، ده هينعكس عليه هو. حبيبه قلبي، ما احنا بنتعامل مع ناس فعلا من اصحاب الاحتياجات الخاصه بياخدوا بطولات. بس في حضرتك بعد قطع كلام حضرتك، في ناس من صحابي بياخدوهم على المسرح افيهات اكذاب، واحنا مش افيهات تتاخد علينا ولا تترمي علينا افيهات، احنا ناس عندنا موهبه عايزين نطلعها للناس مجتهدين، لكن احنا مش مثلا نطلع نمثل يترمي علينا افيه ولا ياخدونا تريقه ولا اي شيء، لا احنا مش كده. لا هي ما بتبقاش تريقه قد ما هي بتبقى يعني ممكن الدور في الدور. بيستهزئوا بيهم. انا شفت كتير من المخرجين. لا يستهزئوا بيهم، لا طبعا احنا ما نقبلهاش. انا شفت كتير من الموضوع ده، حتى زمايلي بيجوا ساعات في دور كذا تيجي معانا فيه هيترمي عليكي كذا، اقول لهم لا انا اصلا. ممكن يكون دخيل على الموضوع الدرامي نفسه او كده كحاجه تضحك، لكن في حاجه ممكن تحطيها في القالب الدرامي تفيد قصير القامه او تفيد العمل بالزبط. ككل، لكن انا مش هجيبه ان هو مبعث للفكاهه او انا اسخر من طوله او اعمل يترمي عليه افيهات زي ما داليا بتقول بالزبط. لا لكن انا ممكن اوظفه كممثل بالظبط، زيه زي ابو شكل مثلا، ايه اللي هو إيه ملامحه مش على قدها، ما هو بيتوظف في الدور الدرامي. صحيح. الناس دي كمان بتبقى موهوبه. طيب معانا استاذ جمال. الو الو الو. ايوه فندم. ازيك يا استاذه هاله؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. تمام، عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله والله في نعمه الحمد لله. ممكن اكلم الاستاذ شيماء والاستاذ دينا؟ طبعا. اتفضل. ازيك يا استاذ شيماء؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله والله، منورين الشاشه. ربنا يخليك. يعني انا شايف حضرتكم والله يعني مش من ذوي الاحتياجات الخاصه ولا حاجه، وان انتوا دايما بتسعوا ومش هتقفوا على حاجه، وربنا يعينكم باذن الله، وربنا يقدم ما فيه الخير دايما ليكم طالما انتوا بتسعوا وبتجروا ورا الحاجه. وانا شايف ان المفروض يعني المسؤولين يعني يحاولوا يساعدوكوا برضو على قد ما يقدروا بقدر ما يستطيعون، يعني عشان برضو تشجعوا الشباب والناس اللي قاعدة في البيوت دي، برضو فيها ناس حالتهم يعني متدهورة عن حالتكم كتير، وبرضو يعني المفروض ان احنا نشجعهم ونحسهم ان هم يبحثوا ويعملوا ما يقعدوش في البيت والكلام ده. يعني شايف ان انتوا والله يعني ربنا يديكوا على قد أموركم ونصيبكم كده، وربنا يوفقكم إن شاء الله. احنا يا أستاذ جمال عايزين نغير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة. بالظبط. يعني المفروض إن نظرة المجتمع تتغير. يعني دلوقتي احنا عندنا ذوي احتياجات خاصة بيجيبوا لنا بطولات لما بيروحوا في رغم إن هو ما بتصرفش عليهم أو على البارالمبية زي الأسوياء. بسيطة جدا. ده حقيقي. لكن هم عندهم القوة الداخلية إنهم يجيبوا يروحوا يسافروا ويجيبوا بطولات ويجوا لنا. بالظبط. المفروض انها تبتدي من نظره المجتمع الاول. بالظبط، المفروض يعني تتغير نظره المجتمع بصراحه. طبعا، وبناشد طبعا اصحاب الشركات، يعني مش هقول الحكومه، هقول الشركات القطاع الخاص. عندكم فرص عمل كتير قوي لذوي الاحتياجات الخاصه، جرب وشوف، ما تحكمش بالمظهر. يعني شيماء مثلا لو اتقدمت لوظيفه في اي شركه قطاع خاص، طب جربها، اصلها ممكن تجي لك واحده هايله بيرفكت في كل حاجه، تقعد تشتغل مش هتعرف تشتغل. ممكن ده يختلف بالنسبه لشيماء لانها هي عايزه تثبت نفسها. يا جماعه يعني بجد احنا لازم نبقى واقفين جنب الناس دي، لان في ناس اصحاء زي ما قال الاستاذ جمال قاعدين ما بيعملوش حاجه فعلا. فكره العبء
يعني ان حد من ذوي الاحتياجات الخاصه فهو عبء على اسرته، عبء على المجتمع، كائن مستهلك. طب ما انت يا شباب بتنزلي وبتروحي وبتيجي وكل حاجه. ما هو انا برضو اسرتي عليها دور كبير جدا، وبابا واخواتي واللي حواليا، حتى نظره المجتمع اللي حواليا برضو هي اللي ادتني دافع ان انا شخص طبيعي. بالظبط. يعني مثلا لا انت مش عشان انت ماشي على كرسي فانت لا تصلحي لشيء، لا اتفضلي شوفي انت عاوزه تعملي ايه وعندك مطلق الحريه انك تعمليه. بالظبط. بس لو هتقدري، مش هتقدري يبقى قولي انا مش هقدر، او اختاري اللي تقدري فيه. ايوه. فهي ده الدور المفروض يكون حواليكي. طب مش بس من الحكومه. الحكومه انا عارفه ان هو مشكله مصر كلها، مش مشكله فئه معينه، ومش مشكله ان في ماده للدستور غير مطبقه، او مشكله القانون او التشريع، او حتى ال 5% المفروض من حقي انا الجهاز الاداري للدوله ما بينفذهاش، فانا مش هقدر اطالب القطاع الخاص انه ينفذها. ففكره انك انت ايه ساعد علشان تقدر تاخد. بالظبط. معانا استاذ وليد. طيب حاول تتصل بينا تاني يا استاذ وليد. معانا نورهان. الو. ايوه نورهان. الو ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله تمام. انا بحبك قوي 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 حبيبه قلبي، ربنا يخليك. ربنا يخليكي ليا يا رب. ممكن تديني فرصه بس انا عندي حاجات عايزه اقولها؟ اتفضلي يا فندم. شكرا لذوقك. اتفضلي. بعد اذنك، انا اسمي نورهان. انا ما بحبش كلمه ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، انا بقول عليهم ذوي القدرات الخاصه. حلو الاسم ده، ذوي القدرات الخاصه فعلا. ليه؟ عشان انا كان نفسي الاول وانا عندي 17 سنه ان انا اشترك في ميس ايجيبت. رحت واشتركت في ميس ايجيبت ونجحت، يعني كمان بقيت ضيفة شرف. كويس. بعدين كان نفسي ان انا انجح، وبحب احل مشاكل، بحب اعرف اللي جوه الانسان اللي جواه، بحب يعني بحب العلاقات العامه، بحب الاجتماعيات. فتحت صفحه على الفيسبوك باسمي، وبقيت بحل مشاكل، وبقت بصراحه اشهر صفحه بعمل فيديوهات عن حاجات في رايي، بصراحه اشهر صفحه. يعني انا رايي بالنسبه للاجتهاد اللي هم بيتكلموا عنه، يعني انا فعلا بعاني من نفس الحكايه. انا كمان نفسي ابقى مذيعه، بعاني من نفس الحكايه، بس انا يعني بحاول اثبت نفسي بطريقه او باخرى. وكمان انا خلصت، اوشك اكون خلصت دراسه، طلع عيني زي ما هما بيقولوا كده، يعني الحمد لله خلصت. دلوقتي نفسي ابقى مذيعه. ماشي يا نورهان، برنامج عند حضرتك ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله اكلمك فيه. حاضر حاضر. شكرا يا نورهان. شكرا. الله يكملي حلمك ما تياسيش. اي حد في الدنيا حتى لو وصل لمكانه كويسه في شغله هو برضو بيفضل يحلم. اكيد طبعا. يعني انا مثلا لحد دلوقتي بفضل احلم طبعا ان انا عايزه اعمل حاجه تانية، ان انا عايزه، يعني انا دخلت مجال مش مجال التمثيل، واللهم لك الحمد والشكر لك يا رب لحد ما نجحت فيه. طول ما انت بتحلمي وطول ما الناس بتحلم مفيش حاجه اسمها مستحيل. مفيش حاجه اسمها مستحيل، ده صحيح. ده هينعكس على اللي قدامك انه هيتقبل الحلم ده ويساعدك انك تحققيه. اكيد اكيد. وانا انا انا طبعا انا بناشد اصحاب الشركات تاني وتالت ورابع، ومش هيأس ومش هزهق ان انا اقول لهم يا جماعه الناس دي ممكن يكونوا اقوى بكتير من ناس يعني اسوياء. فليه احنا داليا انت طموحك ايه يا بابا؟ طموحي والله انا عايزه اوصل للهدف اللي انا ما وصلتلوش وانا صغيره، اكمل حياتي، اشوف اوصل للمرحله اللي انا كان نفسي في مجال الميديا، نفسي ابقى حاجه كويسه وحاجه كبيره. هتبقي ان شاء الله. بعدين انت مزه يعني. ربنا يخليكي. ميرسي والله. يعني ميرسي حلاوه يعني حبيبتي. ربنا يخليكي والله العظيم ما بجاملك. ميرسي. ربنا يخليكي. شوفي بصي على شيماء تلاقي نور بسم الله ما شاء الله طالع من وشها بجد. ربنا يخليكي. وحياه ربنا انا مش بجامل على فكره. انتوا يعني ناخد عفيف. الو. ايوه. الو. اي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. انا بخصوص المشاريع الصغيره. ايوه فندم. ممكن نعملها عندنا في اسكندريه. ايوه. يعني لو ناخد من كل محافظه عماره ونعمل كل دور اوض.
أيوة. 20 اوضه 30 اوضه، وندي كل شاب اوضه يعملها مصنع. ايوه مصنع ملابس جاهزه، مثلا مصنع جلود شورت وجزم. أيوة. نعمل مصنع بنطلون جينز. ايوه كل الحاجات اللي بتستورد من الصين ومن تركيا، دي كانت مصريه، كانت من اسكندريه. ايوه ايوه طبعا سنة. طبعا فاكرها طبعا، وما زالت في طبعاً. في سعد زغلول طبعا. احنا الشنط والجزم دي كنا بنسافر اسكندريه عشان نجيب شنط وجزم من هناك. بالظبط. يا ريت، اتمنى صوتي يوصل لجميع المسؤولين يا رب. والله يعني انا بتمنى لكم طبعا كل توفيق في حياتكم، وان شاء الله طول ما انتوا عندكم امل، طول ما انتوا عندكم تفاؤل ما تيأسوش ابدا. احنا عندنا امل 10 مليون واكتر من 10 مليون كمان واكتر من 10 مليون ان شاء الله. انتوا كده سعدتوني. الله يخليك. والله العظيم وشرفتوني. احنا اسعد والله بجد، وانا فخوره بيكم جدا، لان انا بفتخر بكل حد مصري يبقى عنده تفاؤل. ان شاء الله ربنا يوفقك يا شيماء يا رب. ربنا يوفقك يا داليا. ميرسي قوي ان انتوا جيتوا لنا وشرفتونا في البرنامج. ميرسي فاصل ونروح لحسن.